شيماء كانت عايشة راضية بحياتها، راضية بالفقر، بأحوال جوزها اللي زي ما بيقولوا ما تصرش لعدو ولا حبيب، لحد ما الموضوع زاد عن حده. اكتشفت إن الزوج بيخونها، بيعمل عمايل ما ترضيش ربنا طبعاً. ليه وقت ليه نفس يخون ولاقي وقت وعنده 6 عيال؟ فقررت إن هي تواجهه، بدل ما يرجع عن اللي بيعمله راح يتهمها بحاجات ما عملتهاش، ضربها، هانها، طردها من بيتها هي وأطفالها أو أطفاله الستة، اللي أكبر واحد فيهم عنده 9 سنين وأصغرهم 3 سنين، طردهم في عز البرد في عز الليل في الشتاء من غير حتى ما يلحقوا يغيروا هدومهم أو تكون معاهم فلوس، طب فلوس مواصلات حتى تودي شيماء لبيت أهلها، مفيش. النهاردة شيماء عايشة في بيت لا يصلح أبدا زي ما أنتوا شفتوا، لا يصلح للبني آدمين، السقف بينزل عليهم مية لما بتمطر، في عز التلج، برد تلج، الحيطان كلها بتشع واكلها رطوبة، مفيش هدوم، مفيش عفش، مفيش غطا، مفيش أكل ولا شغل. ست معاها 6 أطفال، 6 أطفال بتواجه أصعب ظروف في الدنيا ممكن يواجهها أي بني آدم، لوحدها بطولها في الوقت اللي جوزها سواق الميكروباص عمال يماطل القانون، بيستغل صعوبة إن هي ممكن تثبت دخله، طبعا صعبة جدا، مش عارفة تاخد منه نفقتها هي والعيال اللي المفروض مسؤولين منه. دلوقتي خلونا نشوف نقدر نساعد شيماء إزاي هي وأطفالها، نقدر نعمل إيه؟ مش عارفين. معانا مداخلة من المسؤول في المجلس القومي للمرأة، معانا مدام ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة. ألو، مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك يا مدام ماجدة، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. سمعتي؟ يعني خلينا بداية ناخد الموضوع من الأول. يعني الحب مراية عمية زي ما بيقولوا، هي واحدة بكالوريوس تجارة جيد جدا، يعني اختارت اختيار خاطئ من الأول. فده الاختيار الخاطئ بتاعها كان نتيجته 6 ولاد، هي ظلمت نفسها أولا ثم ولادها ثانيا. هي هقول لحضرتك على حاجة، لو أنا ينفع أقول لك، هناخد الموضوع من الأول. هقول لحضرتك على حاجة عشان عندي تعليق على الاختيار الغلط. ساعات فعلا بناخد اختيار ما بنبقاش عارفين هو غلط ولا صح، بس هي مشكلة أنها تمادت، لانه اي حد كان ممكن يبقى في موقفها. يا حرام. اتفضل. ما انا لسه هكمل. اختارت في الاول يعني تحت مثلا مسمى الحب وان هو ما كانش صادق معاها في تعليمه او. طيب احنا وقعنا تحت وطئه الاختيار الخطا، يعني غصب عننا، وبعدين اتجوزنا، وبعدين نمنع الخلفه بقى، نجيب بالزبط. عيل، نجيب 2 بالظبط. بس بداية هي ما كانتش هي صح. هو من الأول واضح، يعني هو من الأول واضح إن هو إنسان غير سوي. صح. يبقى أنا بجيب أطفال كتير ليه؟ ممكن يكون ما كانش معاها مثلا إن هي تجيب تمن إنه منع الخلفة، ما كانش معاها إن هي تعمل احتياطاتها. كل الحاجات دي متوفرة بدون مقابل حضرتك كمان؟ لا أنا ما أعرفش بالمعلومة دي. كل الوسائل دي بصي حضرتك على مستوى 27 محافظة المجلس القومي للمرأة موجود ليه فرع في كل مكان، وهي على فكرة تبع المنوفية، محافظة يعني دي المنوفية. موجودة ومتوفرة في المجلس القومي للمرأة. مش مع مديرية وزارة الصحة. الله. مديريات الصحة في كل محافظة بتوفر، يعني لو حبوب منع حملة أو تركيب لولب أو إن إحنا نقول لهم يعملوا إيه، كل الوسائل. كل الوسائل حضرتك. أنا بشكرك. موجودة في مديرية الصحة في المحافظة بتاعتها، ورعاية صحية بدون مقابل وكل الكلام. بنختار أحيانا اختيارات خطأ، لكن بنتراجع بقى أو بنقف نعدل المسار. طب إزاي بقى نقف نعدل المسار؟ يعني إيه بقى دور المجلس القومي للمرأة؟ هي ما وقفتش تعدل مسارها. طب إحنا نعدله لها بقى. في نقطة هنا برضو، في حلقة هنا مفرغة، يعني أنا حد بيعذبني كل العذاب ده، طب أنا منتظرة إيه؟ بعدين أنا واحدة متعلمة بصلي وبدعي له يمكن يتغير. هو يعني إزاي سبحانه سبحانه، هي يعني بتبقى باينة علامات يا ماما اجري. طب احنا نساعدها ازاي بقى؟ هي دلوقتي جريت خلاص، هي عايزينها تكمل في الثبات ده. هي في نقطة تانية برضو، هي ليه مش بتسعى انها تشتغل؟ يعني في يعني احنا بنشوف خريجات جامعة وبيروحوا يلاقوا حضانات. لو احنا كنا بنقول نعمل لها كشك او ان احنا نوفر لها حياة كريمة تشتغل في مكان. ما هو انا هي مش تبع محافظة الجيزة، احنا هتواصل مع زميلتي في هي منوفية
في المنوفية يعني هوصلها بيها، أرجوك أخد التليفون ووصلها بيها وهنشوفها نساعد ازاي. بس هي كمان لازم تساعد نفسها، هي محتاجة حد يقويها، محتاجة كلمتين بالحق، كلمتين بالصح، كلمتين حد بيفكر يعني بره الموضوع يقول لها الصح والغلط. حضرتك هي كمان لازم تساعد نفسها، يعني كانت هتلاقي، بصي اللي عايز يسعى على اولاده هيلاقي الفرص، لكن فكره الاستسلام انا شايفاها مستسلمه قوي. ما هو خلي بالك احنا كلنا شخصيات، في ستات بتبقى قويه الشخصيه وتعرف تتصرف، وفي ستات يعني بتعطل زي ما بيقولوا، لكن هي استسلمت، هي شخصيات، فهي ممكن تكون محتاجه مننا كلمتين، محتاجه دفعه انه حد يقف جنبها، محتاجه ظهر. دي هي حتى لو كانت لجأت للمجلس القومي للمرأه فرع المنوفيه كانت هتلاقي حاجه اسمها مكتب شكاوى المرأه، مكتب شكاوى المرأه ده كان هيقف جنبها قانونا وكان هيجيب لها حقها صح، وكان هيوفر لها فرص عمل، كان هيعمل لها حاجات كتير جدا. عندكم حالات زي شيماء كده؟ اكيد في حالات كتير زيها، احنا بيجي لنا حالات عايزين مثلا قضيه في نفقه، عايزه مشكله، عندها مشكله في الولايه التعليميه، عندها مشكله في الطلاق، عندها مشكله حتى في العمل، او في بيوت للمعنفات. انا سمعت المعلومه دي بس مش متاكده منها. في 6 اكتوبر بيت للمعنفات، بس هو بيوت المعنفات بتقعد فيها فتره معينه كفتره تاهيليه، وبعد كده بيحاولوا يساعدوها ان تبقى عندها تقف على رجليها يعني، او يساعدوها باي تكون هي متدربه على حاجه. في كمان مركز تنمية المهارات موجود تبع المجلس القومي للمرأة، بيدرب على مهن وحرف وبعد كده بيساعدها برضو في إنها تسوق منتجها حتى من البيت. هي لو كانت فكرت تجيب فرن وتخبز عيش وتقعد على باب البيت تبيعه وكانت هتصرف على أولادها. صح مدام مجد، ما أنا بشكر حضرتك ونورتيني وتسلميلي، ميرسي جدا مدام مجدة محمود من المجلس القومي للمرأة.